عزيز. دخلتي هنا ازاي؟ زي ما دخلت السوق ونطرتك منه. وايه عاوز مني ايه دلوقتي؟ انا خدت منك السوق، فاضل بيتي هاخده اللي انت سرقته قبل كده، وفوق ده كله هاخد فوق البيع عمرك. عاوز تقتلنا خميس؟ انت قدامك حل من اتنين ملهمش تالت، فكر. امتى انا هتخرج من البيت ده بلبوصه؟ بلبوصه وبزفه. امتى تخرج نايم على ظهرك وفي نافوخك رصاصه من مسدسي؟ تختار ايه؟ سبيل بس مؤاخذة سيد المعلمين، اللي جابك هنا؟ بقولنا بس يا ماما، مؤاخذة عريس، هو انا جيت في لحظة شقاوة؟ كانت بس خلاص. بس ده بيتي يا خميس، بيتي ومحدش هيقدر يطلعني منه. يبقى بسم الله والله اكبر. لا لا لا، بسم الله الرحمن الرحيم. ملك يا معلم، استغفر الله العظيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ناقصه كوابيس كمان يا رب. اه بالشفا. انت كويس؟ الحمد لله الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يخرب بيتك يا خميس. في ايه؟ ثلاث خمسان جم مع بعض. ثلاث خمسان؟ وقعدوا على الكنبة. مالك يا معلم؟ خمسان ايه اللي قاعدين على الكنبة؟ في ايه يا معلم مالك؟ اللهم صل على النبي، في ايه؟ أنا تعبان. طب ريح ريح. بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه؟ ريح ريح. أجيب لك دكتور؟ أنا محتاج دكتور. يو بتشوفهم مشي ولا لسه؟ هما مين دول؟ الخمسان. أنا بقى شايف إن كل اللي بيحصل حوالينا في الشارع ده لا هجال ولا غباوة ولا فقر ولا بلطجة ولا أي حاجة من الحاجات دي. أمال إيه يا فندينا؟ قلة المزاج. الناس مش متكيفة صح، وطول ما هنا مش مبسوط مفيش حاجة هتبقى عدلة. طب والحل يا فندينا؟ الحل ان هم زي ما حرروا الجنيه، فاكر ما حرروا الجنيه؟ يحرروا الحشيش. الله الله. والصح منه بقى، الصح منه انهم يدعموا الحشيش. الله عليك يا معلمي، كلامك حكم. كان مفترض يترشح للتشكيل الجديد. مش وقته يا زوز، مش وقته. وعندي فترة انتقالية، صح يا بطني؟ انتوا اتسطلتوا ولا ايه؟ انت اتسطلت قد؟ لا. طب قول انا مش مسطول خمس مرات. انا مش مسطول، انا مش مسطول، انا مش مسطول. طب انت كده قد مسطول. انا مش مسطول، انا مش مسطول. لا مؤاخذة يا فندينا. في ناس عاوزينك بره. ناس؟ ناس مين؟ واحدة بتقول معرفة. واحدة؟ كده الحلو كامل بقى يا رجالة. ابعت ابعت. هتقسم عليك بس بتقول عايز احداك لوحدك. دي حلاوة بزيادة. ابعت ياض يلا. خد الرجالة في الصحون بره. يلا يلا يا رجالة، واحنا بره مستنيين معاليك. يلا يا رجالة. يلا. أنا مش مسطول، أنا مش مسطول، أنا مش مسطول. أنا مش مسطول، أنا مش مسطول، أنا مش مسطول. اهلا اهلا اهلا. انت مش عارفني؟ مؤاخذة يعني العتب على عتب. انما نتعرف. لقيتك بتلف حواليا كتير، قلت اجيلك لغايه هنا واسالك انت عاوز مني ايه يا خميس. بلف حواليك كتير؟ انت مين؟
قتل مراد براء النوح. فتوح لرصاصة الطار اللي محيراكي، مش ده اللي جايبك لغاية هنا؟ لو الحل رصاصة في صدرك كنت عملتها من زمان وما كانتش خيبت زي اللي عملوها. هلا انت مش جاية تاخدي بطارك؟ طاري عند النوح اللي حط ابنه في وش المدفع عشان سوق وفلوس ومركز. طب وانا اضمن منين الكلام ده؟ اقل الدنيا امارة عشان اعرف ابلع كلمتين. اشرب لك كوباية مية عشان تبلع، واذا كان الكلام ده مش لازمك فوتك بعافية. استني بس استني، ما تاخدنيش على الحامي كده. رواي اللي عندي خلص، ولو اللي عندك لسه في الفرن شيعلي لما يستوي عشان نتفق. يعني انت شايفة ان طارق عند النوح قال؟ لسه سمع صوت غريب وهو بيصرخ في وش ابوه، وهو بيقول له الحكومة ملهاش في اللي بيننا وبين خميس. ساعتها النوح ما كانش سامع حد، كان عاوز يخلص عليك ويكوش على السوق حتى لو التمن كان ابنه. هو انت جاية تبرئي غريب ولا جاية تورطي النوح؟ الاتنين يا فندينا. براءة غريب وطار ودين في رقبتي عمري ما هنساه. لو الكلام ده يلزمك حط ايدك في ايدي، ما يلزمكش فضها سير. انت ست بصحيح، انما شكلك بميت راجل. وشوق بقى اللي انت مسرحها ورايا في كل حتة دي، اعمل فيها ايه؟ هلاقلها نفضلها ولا كأنها حشرة حشرة. ايه كده خلصت دورها؟ اتفقنا. والفتحة قال لي يخون العهد ويتوب علينا ربنا. تريش ليه؟ آمين. انت اتجننت يا رمانة. الشيطان لعب معاك الدنيئة ورماك في التهلكة. حد يعمل اللي عملتيه مع الباشا ده؟ انت يا رمانة؟ ايوة انا. ده راجل عينه زايغ وايده اطول من لسانه، عايزني اعمل له ايه يعني؟ اهشكه ولا زغزغه عشان يكركر؟ ما تحلوا عن نفوخي بقى. لا 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 لا، انت ليه يمكن تكوني رمانة اللي انا اعرفها؟ انت لازم يتعمل لك زار وتترقي، انت اكيد ملبوسة. يا اخي ولا ملبوسة ولا مكبوسة، حلوا عني انتوا بس وسيبوني في حالي. قبل ما احل عنك يا رمانة، الامانة المهنية بتحتم عليا ان انا اوريكي. عشان بس تعرفي اللي بترفوسي عشانه النعمة بيعمل من وراكي ايه. وانت بتدهوني ليه يعني؟ وانا مالي؟ بس ايه رأيك؟ تحس ان افندينا مزاجه عالي العال عناب. لو البيت تبوسي ايه مزبطاه على التراك اخر حلاوة. طبعا البركة فيك، ما هي تربية ايديك. وانت ما تمرش فيك التربية ليه؟ قصر في يومك اللي مش فايد ده، احنا لسه في اوله. اسمعيني يا رمانة، انا عايزك تنتبه لقمة عيشك عشان ما تخسريش كل حاجة، فهماني ولا ايه؟ انت بتهددني تاني؟ لا بهددك ولا بتهدديني، انا بس جاي انورك عشان اللي بينا عيش وبغاشة، وما ينكرش البغاشة غير ولاد الحرام، ربنا يبعدنا عنهم. بقولك ايه يا مالت، هي بوسي خرجت مع فندينا ولا لا؟ انا بعتلك الفيديو ده واتس اوب عشان لما تفوقي من الغيبوبة اللي انت فيها تبقي اوب. سلام يا نجمة. مرسي. شكرا يا أيمن. واضح إنك بتحب المكان ده قوي. يعني بعض سواعي كده برتاح فيه. سواعي؟ اه. دي ذكريات بقى. زمان أيام ما كان فيه مزاج. المزاج بقى كان بيجي هنا مع مين؟ بيجي مع مين ازاي يعني؟ يعني ما جيتش هنا مع حد تاني؟ لا جيت طبعا. مع واحدة زي اللي كانت معاك في الحفلة؟ حفلة؟ أنهين؟ حفلة رجوعي، البنت اللي كانت لازقة فيك طول الحفلة وما سابتكش خالص. ألا ده انت مركزة معايا من زمان بقى. ما تطلعش فيها قوي. قولي بقى هي مين؟
واحدة من زمان خلصت زي الحاجات اللي خلصت. كنت بتحبها؟ انت شاغلة روحك بغيرك ليه؟ ما تركزي في نفسك. انت طلبت مني اني ما اكدبش عليكي، وانا بحاول اوفي بوعدي معاكي.